ينضم إلينا من كييف فلاديمير شوماكوف الدبلوماسي السابق. مرحبا بك سيد فلاديمير، وأسألك ماذا إذن بعد تطورات الوضع العسكري على الأرض بعد الهجوم الروسي المضاد على ردا على كورسك؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي من أوكرانيا. بصراحة من بداية حرب أوكرانيا تطلب من غرب وخاصة من أمريكا إغداق الأسلحة المتطورة ومنها الصواريخ بعيدة مدى أتاكامس أمريكية. تقريبا بعد سنتين ونصف أوكرانيا حصلت أخيرا على هذا الصواريخ بعيدة مدى أمريكية، ولكن في نهاية المطاف نحن وجدنا حدود حول منع من قبل السيد بايدن رئيس أمريكي استخدام هذا الصواريخ لكسف عمق روسيا. واليوم نحن نشاهد بأن بصفة عامة أكيد الناتو هي لا توجد موانع من قبل الناتو حول استخدام هذه الصواريخ، ولكن ما زال لا يوجد تصريحات من قبل السيد بايدن. هل يوجد سماح لأوكرانيا استخدام هذه الصواريخ؟ لماذا مهم لأوكرانيا كسف عمق روسيا؟ مهم لأوكرانيا تدمير مطارات حربية روسية. سبيل بالغ، قبل أيام روسيا قصفت مدينة خاريكوف، هي استخدمت مطار حربي قرب مدينة بيلغراد روسيا. مهم لأوكرانيا تدمير هذه المحطة أو هذه المطارات حربية روسية التي تقصف مدن أوكرانية. سؤال مطروح على الطاولة، متى أوكرانيا سوف تحصل على سيد فلاديمير؟ نعم سيد فلاديمير، الآن أوكرانيا في انتظار أن يسمح لها حلف الناتو أو تسمح لها أمريكا باستهداف داخل العمق الروسي، أليست كورسك كانت استهدافا للعمق الروسي؟ أكيد كورسك عمق روسيا، ولكن كما معروف أوكرانيا لم تستخدم الصواريخ أتاكامس لكسف هذه المدينة. عموما أوكرانيا تستخدم المسيرات الأوكرانية وأيضا الصواريخ الأوكرانية. بالمناسبة أوكرانيا إن هي بلد أولى في الاتحاد السوفيتي السابق التي تنتج الصواريخ. هيك حدثت من أيام الاتحاد السوفيتي بأن أوكرانيا كانت متخصصة في إنتاج الصواريخ ومحركات للصواريخ. ولكن سؤال شائك بصراحة، لأن في آن واحد في محافظة كورسك أوكرانيا تستخدم صواريخ هايمرس أمريكية. أوكرانيا أيضا تستخدم، توجد شائعات بأن أوكرانيا استخدمت حتى مقاتلات من طراز F-16 للدخول في جو لمحافظة كورسك. يعني بصفة عامة الوضع أو موقف بايدن، سيد بايدن بالنسبة لي غير واضح بصراحة. طيب ماذا يعني قول ستولتنبرغ أنه لا يرى أي تهديد عسكري حاليا للدول الأعضاء في حلف الناتو؟ ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا الكلام؟ والله أكيد هذا سؤال مواجه لسيد ستولتنبرغ، ولكن الجدير بالذكر بأن خوف نعم، لكن هو قاله تعليقا على مسألة السماح لأوكرانيا باستهداف أهداف عسكرية في العمق الروسي. يعني أنا أعتقد بأن بصفة عامة هذه تصريحات شعبوية من قبل السيد ستولتنبرغ. لماذا؟ لأن بصفة عامة نحن نشاهد بأن خوف أمام روسيا يشل ناتو. وهذا استهزاء عندما دول ناتو تخاف استهداف مسيرات وصواريخ روسية التي تدخل في جو دول ناتو مثل بولندا ورومانيا. ناس بشيت بصفة عامة سوف نرى في أقرب الوقت، بمعنى هذه تصريحات السيد ستولتنبرغ، يوجد حق معنوي لأوكرانيا قصف وتدمير بنية تحتية حربية روسية في عمق روسيا. بالمناسبة لسيد بوتين لا يوجد فرق أو محافظة كورسك أو شبه جزيرة القرم المحتلة، لأن روسيا انضمت شبه جزيرة القرم في سنة 2014 وانضمت وفقا للدستور الروسي. يعني بصفة عامة لروسيا لا يوجد فرق، أو أوكرانيا تستهدف معذرتان شبه جزيرة القرم أو محافظة خرسون التي روسيا انضمت إليها وفقا لدستورها أو لمحافظة كورسك. ولكن ما زال يوجد الخطوط الحمر داخل عقول الغربيين وأمريكان للأسف الشديد. طيب مسألة استهداف أهداف عسكرية داخل الأراضي الروسية، ألا يستلزم ذلك مزيدا من التسليح؟
أكيد أوكرانيا أولا تحتاج زيادة من التسليح بصفة عامة. أكيد أوكرانيا تحتاج زيادة من الذخائر. جدير بذكر بأن اليوم توجد تصريحات بعض الجنود الأوكران بأن يوجد نقص من الذخائر، وخاصة في منطقة دونباس، إن موجود التقدم السريع قوات مسلحة أوكرانية. ولكن جدير بذكر بأن أفادت اليوم أركان العامة الأوكرانية بأنها توقفت هجوم روسي في منطقة بوكروفسك، أخت مهم جدا هذا المنطقة لأوكرانيا، وكان تقدم روسي خطير جدا هذا المنطقة استراتيجية لأوكرانيا. ولكن في أن واحد جدير بذكر بأن أوكرانيا تحتاج ليس فقط مساعدة عسكرية، لكن أيضا مساعدة اقتصادية ومالية، لأن روسيا كل يوم تدمر اقتصاد أوكرانيا. هي تقصف منشآت مختلفة أوكرانية، ومنها أكيد منشآت استراتيجية. شكرا جزيلا لك سيد فلاديمير شوماكوف الدبلوماسي الأوكراني السابق من كييف.